الجزء الثاني من مرحلة requirements اللي هو system requirements أو developer requirements. طبعا شرحنا أول 3 خطوات اللي هي الـ actor، رقم 2 الـ use cases with description والـ use case diagram. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل رقم 3 اللي هو system use case details. طبعا المطلوب بعد ما نذكر الـ use cases بوصف مبسط، مطلوب إحنا نفصل هذه الـ use cases. طبعا طريقة تفصيلها، كنا في مرحلة البزنس عبارة عن sequence of steps، يعني مجموعة من الخطوات المتتابعة، ولكن في مرحلة السيستم details حيكون لها فورمات معين أو شكل معين. نيجي نوضح هذا الفورمات. For variable system use case details include، بتشمل التالي: the use case number and title، بدنا نذكر رقم والتايتل، يعني رقم وعنوان ال use cases. Whether the use case is abstract، هل هي abstract أم لا، يعني مجردة ملهاش اللي هو steps أو إلها steps. طبعا relationships to other use cases، نذكر اللي هو علاقة الـ use cases بالـ use cases الأخرى. رقم 4 any precondition، اللي هو الشروط ما قبل تنفيذ هذه الـ use cases، condition that must be satisfied before the use case is carried out، يعني الشروط التي يجب أن تتحقق قبل تنفيذ الـ use cases. The steps themselves، هنا الخطوات اللي حيتم قيامها باليوز كيسز، where we can assume that the precondition have been met، يعني نفترض بعد تنفيذ الشروط ما قبل تنفيذ هذه اليوز كيسز. بعد ذلك any post condition اللي هي conditions that are guaranteed after successful completion of the use cases، يعني الشروط التي سوف تحقق أو تنفذ بعد تنفيذ خطوات use cases. بعد ذلك any abnormal path اللي هو المسارات الغير اعتيادية، بمعنى and what to do in each case، وماذا سوف يكون ردة فعل النظام في كل حالة من الحالات. أيضا any non-functional requirement that relate to this use cases، وأي متطلبات غير أساسية متعلقة بهذه الـ use cases. طبعا هذا يعتبر الخطوات التفصيلية لكل use cases أنا قمت بذكرها. الآن نشوف الشكل الموجود أمامنا، شكل حيلي زي ما احنا ملاحظين. figure 6.8 show the format of use case details، هذا يعتبر بحيلي كملخص للكلام اللي حكيناه. بحكي لي only the number title و precondition والsteps and post condition are mandatory، يعني هذه النقاط هذه تعتبر أساسية في كل use cases يجب ذكرها. The others can be left out if they are empty، والباقي ممكن نتركه. بمعنى النمبر والتايتل ريليشنشيب هاي زي ما هو موجود امامنا، البري كونديشن للستبس والبوست كونديشن، هذول يعتبروا اساسيات يجب ذكرهم في كل يوز كيسز حتى لو ما كانش الها او ما كانش الها وجود، لكن يجب ذكرها. لكن الابنورمال باث والنون فانكشنال ريكويرمنت هذه تعتبر optional، بمعنى إن وجد abnormal path أو non-functional requirements بتم ذكرهم، وإن لم يوجد لا يتم ذكرهم. نأخذ مثال، هنا بعض الأمثلة. على سبيل المثال بحكي لي use cases 1 اللي هي browse index، استعراض المحتوى. هنا ملاحظين هاي رقم use cases، بعد ذلك التايتل، بعد ذلك هنا relationship حسب العلاقة اللي حكيناها سابقا في الرسمة اللي فاتت في use case diagram. specialize use case number 13 و include use case number 2. بعد ذلك precondition هنا none، ما في شروط ما قبل تنفيذ browse index، لكن احنا ذكرناها ووضعنا بجوارها none. بعد ذلك steps اللي هي خطوات التنفيذ الفعلية، هنا على شكل خطوات هي عندنا 3 خطوات: customer select an index heading، بده يتم اختيار الاندex، بعد ذلك customer select to view car model for the selected the index، بده يعني يختار
ويستعرض حسب الاندكس اللي قام باختياره. بعد ذلك انكلود يوز كيس نمبر 2 اللي هو يوز كيس نمبر 2 اللي هي الفيو فيو ريزلتس، حيتم عرض ايش النتائج بناء على اختيار اندكس معين. بعد ذلك البوست كونديشن ما فيش عندنا شروط ما بعد تنفيذ اليوز كيسز. طبعا بتلاحظوا هنا الاب نورمال باث والنان فاكتور لم يتم ذكرهم لانه ما فيش، لكن اول اربع نقاط تم ذكرهم. ناخذ مثال اخر يوز كيس نمبر 3 فيو كار موديل ديتيلز، تمام اكستندز ليوز كيس نمبر 2 اكستندد باي يوز كيس نمبر 7. بري كونديشن ما فيش عندنا بري كونديشن للفيو كار موديل ديتيلز. الستيبس زي ما احنا شايفين خطوات التفصيليه لتنفيذ هذه اليوز كيسز اللي هي فيو كار موديل ديتيلز، استعراض تفاصيل الكار موديل، كاستمر سيلكت وان اوف ذا ماتشين كار موديل، هيختار واحده من الكار موديل. بعد ذلك الكاستمر ريكويست ديتيل اوف ذا سيلكتد كار موديل، بده يطلب تفاصيل هذا الكار موديل اللي تم اختياره. بعدين الاي كود ديسبلاي ديتيلز هيستعرض تفاصيلها زي الميكس، الشركه المصنعه، الانجن سايز، حجم المحرك، برايس، السعر، ديسكريبشن الوصف، ادفيرت اند بوست او الاعلان. رقم 4 اف كاستمر از لوكد ان ا ممبر، يعني اذا كان الزبون داخل على شكل ممبر، اكستند ويث يوز كيس نمبر 7، حيكون ايه بتستطيع انه يختار يوز كيس نمبر 7. البوست كونديشن اللي هو شروط ما بعد التنفيذ، هنا مديني اي كود هاز ديسبلاي ديتيلز، يعني بعد ما يتم اختيار اللي هو كار موديل معينه تفصيله حيتم ايش استعراض هذا البوست كونديشن اللي هو حيتم استعراض الديتيلز اللي تم اختيارها. نون فانكشن ريكويرمنتس، هنا في عندنا نون فانكشن ريكويرمنتس لذلك تم ذكرهم. طبعا هنا بالرقم R1 R2 R3 حسب عدد النون فانكشن ريكويرمنتس اللي هي المتطلبات الغير رئيسيه لكن متعلقه بيوز كيسز معينه. هنا بحكي لي ادفيرت شود بي ديسبلاي يوزنج ستريمينج بروتوكول ريذر ذان ريكويرينج داونلود، يعني هنا حيتم استعراض اعلان مباشرة من خلال صفحة الويب الخاصة بالكار موديل ديتيلز. يعني أول ما أفتح صفحة الكار موديل ديتيلز حيتم إيش عرض إعلان مباشرة، وهذا يعتبر من النون فانكشنال ريكويرمنتس الخاصة بهذه اليوز كيسز. ناخذ مثال آخر، طبعا هنا ما فيش ابنورمال باث لذلك لم يتم ذكرهم. ناخذ المثال الآخر اللي هو يوز كيس نمبر 5 لوجن، عملية اللوجن تسجيل الدخول، طبعا اكستندد باي يوز كيس 6 و5 و9 و10 و12. البري كونديشن طبعا الشرط ما قبل التنفيذ اللي هو ممبر هاز اوبتين ا باسورد فروم اذر لوكال سور، يعني هنا حيكون لليوزر نيم لازم يكون له ايش او الممبر لازم يكون له يوزر نيم وباسورد. بعد اليوزر نيم والباسورد بيستطيع يعمل لوجن. بعد ذلك ممبر ايش الخطوات؟ انه بده يدخل اليوزر نيم ويدخل الباسورد، وبعد ذلك يتم الدخول على هذه الصفحة. وبعد ما يتم عملية الدخول اكسند وذ ذا يوز كيس نمبر 6 8 9 بيستطيع انه ينفذ احد العمليات الاختيارية هذه. البوست كونديشن اللي هو ممبر ايش لوجن، انه الممبر عمل عملية التسجيل. نيجي للاب نورمال باث، هنا ما فيش نون فانكشنال ريكويرمنتس لكن في اب نورمال باث. ايش الاب نورمال باث؟ حكينا اللي هو الاحداث الغير اعتياديه في حاله حدوثها ايش رد النظام لها. على سبيل المثال طبعا هنا برقمها A1 A2 A3 وهكذا، يعني اب نورمال باث نمبر 1 اب نورمال باث نمبر 2 وهكذا. هنا في عندنا 2 اب نورمال باث. الاول بحكي لي اف ذا ممبرشيب نمبر او باسورد كومبينيشن از انكوركت، يعني لو ادخلنا اليوزر نيم او الباسورد خطا، هنا الاي كود اللي هو النظام انفورم ممبر ذات وان اوف ذا تو از انكوركت، حيحكي لي انه احد سواء كان اليوزر نيم او الباسورد في خطا. وطبعا عدم تحديد الخطا هل هو من اليوزر نيم او الباسورد هذا طبعا للسكيورتي. الاب نورمال رقم 2 بحكي لي اف ذا membership و number password combination is correct، يعني إذا أدخلت اليوزر نيم والباسورد صحيح but member is already logged on، لكن العضو كان وجد إنه إيش مسجل and they have not elected to save I could inform member، يعني لو عمل دخول ولقى إنه في شخص آخر داخل بنفس اليوزر نيم والباسورد فأنا بده يدي لي تنبيه إنه في شخص آخر داخل بنفس اليوزر نيم والباسورد وهكذا. فهذا تعتبر abnormal فتم ذكرها. يوز كيس نمبر 13 لوك فور كار موديل،
هاي تعتبر abstract specialized by use case number 1 and use case number 4. طبعا precondition none ما فيش فيها steps لأنها abstract وتعتبر لا تحتوي على خطوات. والpost condition إنه customer has presented with the summarized of retrieved car model إنه the spoon يحصل على عرض على ملخص لسيارات المرجع. تمام، هذه أمثلة بتوضح لي الديتيلز لكل يوز كيسز. طبعا مطلوب منا هنا مديني بس أربع أمثلة، مطلوب منا إنه كل سيستم يوز كيسز يتم تفصيلها بنفس الفورمات الموجود. بعد ما نقوم بتفصيل اليوز كيسز بنيجي هنا للنقطة اللي بعديها precondition, post condition and inheritance. بحكي لي when one use case specialize another، لو use cases بتورث من use cases أخرى you must carefully، بدي أخذ في عين الاعتبار consider the precondition and post condition of the parent، اللي هو the precondition and post condition of the parent. إنه بمعنى لو في عنا علاقة inheritance، إنه عنا في use cases بتورث من use cases، إنه use cases الابن ما يأثرش على the precondition and post condition تبعت الأب، بحيث ما تأثرش عليها بتاتا. نيجي للنقطة رقم 5 supplementary requirements، بمعنى non-functional requirements that don't fit with any use case can be recorded in a supplementary requirements. بحكي لي هي non-functional requirements يعني المتطلبات الغير وظيفية التي لا تتناسب مع أي use cases على حدة. طبعا احنا ذكرنا انه في تفصيل اليوز كيسز بنوضح النون فانكشنال ريكويرمنتس ان وجدت الخاصه لكل يوز كيسز. طيب في عنا نون فانكشنال ريكويرمنتس بتكونش لا تتناسب مع اي يوز كيسز، بتكون مناسبه للنظام ككل، وبذلك هنا بنذكرها في نقطه السبلمنتري ريكويرمنتس، بمعنى المتطلبات الغير وظيفيه التي لا تتناسب مع اي يوز كيسز على حدة. على سبيل المثال هنا طبعا بنرقمها S1 S2 S3 وهكذا، انه سبلمنتري نمبر 1 هنا مديني the client applet must run in java plugin 1.2 and later version، يعني انه هذا حيشتغل هذا النظام على الجافا بلجن 1.2 and above. طبعا احنا ممكن نختار هنا لغة البرمجة المستخدمة، ممكن نستخدم الجافا، نستخدم الاوراكل، اسكوال سيرفر، الدلفي، فانا بنذكر اللغة اللي احنا حنستخدمها. هذه تعتبر نون فانكشنال ريكويرمنتس ولا تتناسب مع اي يوز كيسز على حدة. ايضا عدد الاشخاص، انا بقول اي كود ماست بي ايبل تو كاب وذ ذا كاتالوج اوف 100,000 car models، يعني انه بيستطيع انه يتعامل مع 100,000 نوع من او 100,000 موديل، بكون النظام بيشتغل بشكل سريع وفعال، اكثر من ذلك بيبين بطء في النظام. ايضا الاي كود must be able to serve million customers simultaneously، يعني بيستطيع انه يتعامل مع مليون زبون بشكل متزامن للنظام، اكثر من مليون بيعمل بطء في النظام. ايضا ممكن اختار اللي هو نحكي عن هذا كسوفت وير، ممكن نحكي كهاردوير اللي هو مواصفات الجهاز. تمام، ممكن نحكي عن نظام الاوبريتنج سيستم اللي انا حستخدمه الفيرجن تبعه، هل استخدم ويندوز واي نظام ويندوز اي فيرجن، ممكن استخدم يونكس لينكس حسب النظام اللي انا حاشتغل عليه وهكذا. هذه كلها تعتبر نون فانكشنال ريكويرمنتس لا تتناسب مع أي يوز كيسز خاصة ولكن تتناسب مع النظام ككل. آخر نقطة أو قبل الأخيرة اللي هو رقم 6 User Interface Sketch، هنا عبارة عن Thinking about the user interface for the system can help us to clarify the use cases. يعني هنا حنوضح بعض الرسومات المبدئية بحيث انها توضح لليوز كيسز، لانه اليوز كيسز في نهاية المطاف احنا كاتبينها على شكل ايه تفاصيل، بنكتب على شكل جمل متتابعة تفصيلية، ولكن مع السكتش هذه او الرسمات المبدئية بتوضح لي هذه اليوز كيسز بشكل رسومي واضح. على سبيل المثال هنا مرقمين 1 كولون يعني سكتش رقم 1، هاي في عنا سيرش، السيرش في انا بدي اوضح عن طريق الكاتيجوري
A, B, C in general. بعد ذلك في هنا المانيفاكتشر اختار وهنا الانجن سايز. بعدين بضغط على ريتريف. ريتريف بتودينا على سكتش نمبر 2. نيجي لسكتش نمبر 2 هنا حيوضح لي الاندكس حسب الاندكس كار موديل A, B, C. نفترض اخترنا كار موديل C. لو ضغطنا في عنا جو باك رقم ترجعنا على رقم 1. ديتيلز حتودينا على سكتش رقم 3 اللي بتوضح لي تفاصيل هذه الكار موديل وهكذا. طبعا هنا بديني تو سكتش، احنا حنوضح يعني السكتش الاساسيه بنفس الطريقه رقمها تمام، بحيث انه من هذا السكتش بتديني توضيح لليوز كيسز اللي احنا كتبناها على شكل جمل تفصيليه. بعد ما نذكر هذا السكتش بنيجي لاخر خطوه اللي هي prioritizing system use cases اللي هي الاولويات. في هنا قاعده الترافيك لايتس اللي هي اشارات المرور، في عندنا ثلاث الوان الجرين والامبر والريد. جرين اللون الاخضر يعني بمعنى اليوز كيس must be implemented in the current increment، يعني هنا بيتم تنفيذ اليوز كيس مباشره. في عندنا الامبر اللون البرتقالي، هنا اليوز كيسز ار اوبشنال، هنا اختياري. For current implement and should only be attempted once the green use cases have been completed. يعني بعد ما يتم تنفيذ ال use cases باللون الأخضر بتم إيش طبعا تنفيذ بيعتمد عليها تنفيذ ال amber use cases. بعد ذلك ال red use cases won't be implemented in the current implement. هنا لا يمكن تنفيذها even if time permit إلا لم يجي وقت إيش السماح في تنفيذها. نيجي هنا على سبيل المثال مدي لي green use cases، يعني اليوز كيس اللي بيتم تنفيذها مباشرة بدون قيود زي البراوس اندكس السيرش فيو ريزلت فيو كار موديل ديتيلز واللوجن، هنا بيتم تنفيذها مباشرة. بعد ذلك بيجي هنا اليوز كيسز بتعتمد على الجرين بعد ما يتم تنفيذ الجرين. على سبيل المثال بعد ما يتم تنفيذ اللوجن بستطيع اعمل لوج اوف، بستطيع اعمل فيو ممبر ديتيلز، ميك ريزرفيشن، فيو ريزرفيشن. بعد ما اعمل فيو ريزرفيشن بستطيع اجي على الريد، بستطيع اعمل كانسل ريزرفيشن او فيو رينتالز او اللي هو تشينج باسورد وهكذا. فبتلاحظوا انه اليوز كيسز متتابعه، انه اول حاجه الجرين بستطيع ان اعملها مباشره، بعد ذلك بيعتمد عليها الامبر، بعد الامبر بستطيع ان اعمل الريد. فهذا بوضح لي اولويات وتسلسل تنفيذ اليوز كيسز. وهيك بنكون احنا خلصنا الجزئيه الثانيه من مرحله الريكوايرمنتس. وطبعا يعطيكم العافيه على حسن الاستماع.